سيد عامر رخيلة، بعض المترشحين تطرقوا إلى مسألة صلاحية الرئيس. اليوم عشنا يعني على مدار السنوات الفارطة صلاحية واسعة لرئيس الجمهورية كانت تمنح، ما الذي يمكن أن يتم تعديله اليوم بخصوص هذه النقطة؟ هو لما نتكلم على صلاحية رئيس الجمهورية معناه نتكلم على الدستور، لأنه استناد للدستور، الدستور هو الذي يحدد صلاحية رئيس الجمهورية. لما جاء الدستور الحالي اللي راهو موجود صلاحية مطلقة، يعني له يد ليس في السلطة التنفيذية فقط بصفته رأس السلطة التنفيذية، له يد في العدالة القضاء يعني بذلك، له يد في الحكومة أيضا. يعني له يد في التمثيل نتاع يعني الجزائر في مختلف التنظيمات، ولذلك صلاحيات فيها في الميدان الاجتماعي السياسي الاقتصادي الثقافي. يعني الرئيس المهيمن، يعني لما نقولوا نقدر نقولوا دستورنا هذا هو تاع الامبراطور الغير متوج، يعني عنده لي بلان بوفوار، يعني سلطات مطلقه في كل كذا. ولذلك الصلاحيه تاع رئيس الجمهوريه، عشنا فتره وين غياب الجسدي لرئيس الجمهوريه عن الحضور خلانا فيه مشكله، يعني خلى فيه شلل في السياسه الخارجيه، خلى لانه السياسه الخارجيه من صلاحيات رئيس الجمهوريه، هو اللي يضبطها، هو اللي يرسمها، هو اللي كذا، واحيانا هو اللي نفذها. نجيو للقضاء، عنده صلاحيته استعين القضاة، بل انه في الاداره يصل الى تعيين بعض الامناء العامون في بعض البلديات مثلا. بعض البلديات على مستويات معينه، تركيا في مجال الدبلوماسي قناصله ولا سفراء ولا كذا، كل من صلاحيات رئيس الجمهوريه. وهذه بالنسبه لي اللي عام البلديه بالضبط، من عام البلديه لا بعض البلديات على نصاب معين، تحداد معين موجود لي زاد بمراسيم كذا اسندت لرئيس الجمهوريه، بينما هي مساله تاع الوالي يعني على مستوى الولايه. يعني كي نقول هذا الشيء، وفي بعض الوزارات، كاين صلاحيات لا يمارسها الوزير، احنا نتكلموا على السلطه التنفيذيه، لا يمارس الوزير الا بعد العوده لرئيس الجمهوريه، او انه رئيس الجمهوريه هو اللي يملك تعيين المدير العام كذا في الوزاره الفلانيه الى غير ذلك. ولذلك نقولوا بانه الاشكاليه مطروحه الان بالنسبه للجزائريين، غدوة تكون في انتخابات رئيس الجمهوريه، الاستناد لماذا يعمل؟ يعمل الدستور هذا اللي راهو موجود. ولذلك انا دائما نقول بانه اولويه الاولويات، وهي كانت مساله ليست بسهله، أولويات هو إعداد دستور للجزائر، هذه اللي أنا نقوله الجزائر الجديدة، وهي كان بين قوسين مباشرة يعني بعد الانتخابات الرئاسية، ولكن ما يشرع ربما رئيس الجزائر.